فيلم كيوب زيرو. سجن بيحصل فيه تجارب مخيفة على البشر، والمسجون اللي هيحاول يهرب منه هيتقتل في ساعتها. بيبدأ الفيلم مع راجل محبوس جوه مكعب كبير، والمكعب ده متكون من أقسام مختلفة. بيحاول الراجل إنه يهرب، وبيدخل جوه أقسام كتير عشان يوصل للمخرج. ولما بيدخل جوه غرفة معينة بيترش عليه سائل غريب، وكان مخضوض جدا في الأول لأنه كان فاكر إن السائل ده حمضي زي مية النار مثلا. بس لما داق السائل لقى طعمه حلو، وافتكر إن السائل ده عبارة عن مية متضاف ليها طعم، وشرب منه كتير لأنه كان عطشان. وبعد شوية بيكتشف إن السائل عبارة عن مادة كيميائية بتدوب جلد الإنسان في دقايق، وفي الآخر بتموته. بنعرف إن كل غرف وأقسام المكعب بيكون في ناس بيراقبوها بشكل مستمر عن طريق غرفة مراقبة عن بعد، موجود فيها اتنين اسمهم إريك ودود، وبيكونوا مش عارفين أي حاجة عن رؤسائهم، وعمرهم ما شافوهم أو اتعاملوا معاهم، ومحظور عليهم إنهم يشوفوا أي ملف خارج عن المهمات اللي هم متكلفين بيها. بس إريك شخص فضولي جدا وعاوز يعرف كل حاجة بتحصل في المكعب، وبيسأل زميله عن المكعب. بس دود بيرفض يتكلم معاه في الحوار ده، وبيرد عليه بوقاحة. وبيكونوا هما الاتنين عارفين إن كل شخص موجود في المكعب قدامه نهاية من الاتنين، يا إما يتحكم عليهم بالإعدام أو يختار يشارك في التجارب النفسية اللي هتتعمل عليه. بيقعد إريك ودود يلعبوا شطرنج مع بعض. بيكون إريك عبقري جدا في اللعبة دي، بيعرف يتوقع حركات زميله. هما الاتنين بياخدوا حبوب صغيرة كوجبات ليهم بجانب طعامهم الأساسي. محدش فيهم عارف الحبوب دي عبارة عن إيه، شكلها حبوب مبرمجة من خلال مختصين. في يوم من الأيام بيتكلفوا هما الاتنين بمهمة غريبة، إنهم يسجلوا ذكريات جديدة ويمسحوا الذكريات القديمة لبنت اسمها كاساندرا راينز. بيدخل إريك على ذكرياتها وبيشوفها مع بنتها وهم بيتمشوا مبسوطين وسط الغابة. بس فجأة سعادتهم بتتحول لتعاسة لما بيظهر جندي مجهول وبيخطف كاساندرا وبنتها وحقنهم بمهدئ. وقبل ما كاساندرا بيغمى عليها بتقدر تشيل قناع الجندي وبتشوف وشه، وشافت وشم مكعب شكله مميز على وشه. بنروح لكاساندرا وهي بتفوق جوه المكعب، وطبعا بتكون مخضوضة جدا وبتنادي على أي حد يساعدها، بس محدش طبعا هيجي. وقتها بتفهم إن مصيرها مجهول. بدأت تكتشف المكعب اللي حواليها لغاية ما وصلت لأوضة جنبها، وأول ما دخلتها بتلاقي مسجون زيها اسمه روبرت بيوقعها على الأرض وبيفضل ماسكها جامد لغاية ما بيطمن إنها مسجونة زيهم فبيسيبها. في الأوضة دي بتتعرف كاساندرا على ثلاث أشخاص تانيين، جيليك وماير هولد وبارتوك، وبتعرف منهم إنهم محبوسين هنا بقالهم أسابيع. وبتعرف إن روبرت عنده نفس وشم المكعب اللي هي شافته على الجندي اللي خطفها. والغريب إن مفيش أي حد منهم فاكر أي ذكرى عن حياته، ومش فاكرين حتى هم وصلوا هنا ازاي. وعشان كلهم عاوزين يهربوا فقرروا انهم يتعاونوا مع بعض ويلاقوا مخرج. بيروحوا كلهم للغرف المعقدة في المكعب وبيكتشفوا كل غرفة بشويش عشان يشوفوا الأفخاخ اللي فيها. بيروح بارتوك لواحدة من الغرف وبيرمي حذائه عشان يشوف الطريق خطر ولا لا، بس مفيش حاجة بتحصل. فبيفتكر ان المكان امان وبيبدأ يدخل، لكن اول ما بيوصل للغرفة الابواب بتتقفل وبيكون محاصر بين خيوط حادة، والخيوط بتقرب منه ببطء وبتقطع جسمه لقطع صغيرة وبيموت. بعد الحادثة البشعة دي بيقرر باقي المساجين ما يستسلموش، وتناقشوا مع بعض على خطة عشان يهربوا. وبيتوصلوا ان كل باب جوه المكعب عليه حروف أبجدية بالإنجليزية، وبتتوقع كاساندرا ان الحروف دي عبارة عن إحداثيات وبتوفر معلومات لموقع كل غرفة موجودة في المكعب. بيتوقع ان المكعب موجود فيه 26 غرفة لأن الغرف دي مرتبطة بعدد الحروف الأبجدية. وفي ساعتها بدأوا يعملوا تحريات لكل الغرف وعرفوا ان غرف الممر زد أمان. بيكون إريك عنده فضول يعرف ايه اللي بيحصل، فبيقرر يعرف سبب وجود الناس دي في المكعب. بيقترح على دود اللي عارف كل المعلومات عن المكعب انه يلعب معاه دور شطرنج، وهو هيعلمه ازاي يكون محترف في اللعبة في مقابل انه يقول له معلومات عن المكعب. فبيوافق دود وبيقول له معلومات عن المكعب زي ان في مخرج ثالث زيادة في المكعب، لكنه مش بيرضى يعرفه تفاصيل اكتر من كده. بس دي مش بتكون معلومة كافية لإريك، فبيروح من غير ما صاحبه ياخد باله وبيفتح ملف كاساندرا وبيلاقي ان نموذج الموافقة بتاعها مش موجود. فبيروح يبلغ دود ان اللي بيحصل في الناس ده غير قانوني، بس دود مش بيهتم. وبعدها بيشوفوا صورة كاساندرا في الجرايد واكتشفوا انها سياسية. وقتها إريك بيعرف ان المكعب مش بيستهدف المجرمين وبس، لكنه بيستهدف كمان الاشخاص الابرياء من غير موافقتهم. بعد شوية بيجي اتصال لإريك ودود من رؤسائهم بيأمرهم انهم ينفذوا اجراء الخروج لزميلهم السابق أوين. وبنعرف انه حاليا موضع اختبار لتجارب المكعب المجنونة. بيكون دود فاهم رؤسائه قصدهم ايه باجراء الخروج، فبيروح مع إريك وبيجيب دود آلة معينة فيها كاميرا وزرار فيه كلمة نعم وكلمة لا، وبيوجهه ناحية أوين. ولما أوين بيقرب من مخرج المكعب فجأة بيتحاصر بسلاسل سميكة من كل مكان، وبيفضل دود يسأله عن اسمه وإيمانه بالله. وبالرغم إن أوين عارف دود لكنه ما قدرش يتعرف على صوته، وده يدل على إن ذكرياته اتمحت هو كمان. بيجاوب أوين بشكل صح على السؤال الأول وبيضغط دود على زرار نعم،
بس لما سأله السؤال التاني عن إيمانه وقتها أوين قال له إنه ملحد، فبيضغط دود على زرار لأ، وأول ما ضغط على الزرار ده ساعتها النار بتنتشر في كل مكان حوالين أوين وبيموت في ساعتها. بيكون إيريك أول مرة يشوف حاجة زي كده وهيموت من الرعب، وبيكون متأكد إن هما الاتنين ممكن يكون مصيرهم زي أوين، وبيستنتج إن المكعب ده غير إنساني بالمرة والناس بيدخلوا جواه من غير إرادتهم. بعد كام ساعة بيتصاب إيريك بجنون العظمة وبيقرر يدخل جوا المكعب عشان ينقذ الضحايا بنفسه، فبيدخل المصعد الغير مصرح بدخوله وبياخد وقت طويل لغاية ما بيوصل للمكعب، وبسبب ان عنده معلومات كويسة عن مخارج ومداخل المكعب بيرسم خريطة كويسة في دماغه وبيحفظها قبل ما يوصل لمكان كاساندرا وباقي الفريق. في الوقت ده بيوصل الرئيس جاكس وشركائه لغرفة التحكم لأنهم بيكونوا عرفوا ان إيريك دخل المكعب، وبيستخدموا آلات معينة عشان يحددوا مكانه. بيروح جاكس يؤمر دود يعمل تجربة الإبر على كاساندرا وباقي الفريق. في الوقت ده بتكون جيليكو بتفحص غرفة معينة، بتكون مش حابة تعمل ده بس مفيش قدامها أي خيار تاني. بس لسوء حظها أول ما بتدخل الغرفة الباب بيتقفل وراها، بتروح كاساندرا بسرعة وبتحاول تفتح الباب، ولما بتنجح في فتحه وبتدخل الغرفة بتلاقي جيليكو اختفت. بتكون غرفة المكعب في حالة حركة مستمرة، بتوصل جيليكو غرفة معينة وبتستكشف فيها. بيقدر دود يحدد مكانها وبيرمي على رجليها حقنة مخدرة وفقدت الوعي في ساعتها. بعد ما الفريق فضل يبحث لساعات عن مكان جيليكو قدروا يلاقوها في النهاية، لكنها كانت واقعة على الأرض مش بتتحرك. بيقرب منها ماير هولد وبيشوفها وبيكتشف إن جسمها اتصب عدوى غريبة. في اللحظة دي جيليكو بتقوم وبتمسك إيد ماير هولد وبتطلب منه المساعدة، بس ماير هولد زقها بعيد عنه وخبط راسها في الحيطة بالغلط فوقعت على الأرض وهي ميتة. بيكتشف ماير هولد إنها خربشته قبل ما تموت لما مسكت فيه، وقبل ما يكمل كلامه العدوى بتبدأ تنتشر في جسمه كله بسرعة مخيفة. بيكون روبرت خايف على نفسه فبيقترح على كاساندرا إنهم يسيبوا ماير هولد لوحده ويمشوا قبل ما العدوى تتنقل ليهم، وكمان لأنه هيعطلهم عن الهروب بسبب بطء حركته. بس كاساندرا بترفض تتخلى عنه وبيكون ماير هولد بيترجهم ما يتخلوش عنه. بيضطر روبرت يوافق على طلبها، لكن كان عنده شرط إن ماير هولد هو اللي يسبقهم ويتفقد كل الغرف ويعرف لو كانت أمان ولا لأ قبل ما كاساندرا وروبرت يدخلوها. بيكون ماير هولد ما عندوش أي خيار تاني وبيضطر يوافق على شرطه، وبعدها بيبدأوا يتحركوا هما التلاتة لغاية ما ماير هولد بيوصل لغرفة معينة وبيكون خايف إنه ينزلها، بس روبرت بيجي من وراه فجأة وبيرميه في الغرفة، وبنكتشف إن الغرفة دي عبارة عن غرفة محصنة تحت الأرض. وأول ما ماير هولد بينزل فيها فجأة بيطلع صوت تردد مؤلم جدا من الغرفة، وبسبب قوة التردد ده بيسيب ألم رهيب لماير هولد وبيموت في ساعتها. بتكون كاساندرا مش مصدقة اللي بيحصل ده وبتتخانق مع روبرت لأنه السبب في موته، وبتتهمه إنه خاين وأناني ومش بيهتم غير بنفسه وبس. والخناقة بدأت تزيد بينهم هما الاتنين بشكل عنيف، وفجأة إيريك بيظهر قدامهم وبيقطع الخناقة وبيتكلم مع كاساندرا وبيقول لها إن تصرف روبرت كان صح لأن العدوى دي كانت خطرة جدا. وبعدها بيعرفهم إيريك على نفسه وبيقول لهم إنه موظف هنا، وبيبدأ يقول لهم معلومات سرية عن المكعب، وبيقول لهم إنه اكتشف إن الناس اللي جوه التجربة هم بنفسهم اللي اتطوعوا للتجربة دي بالرغم إنهم مش فاكرين أي حاجة. وقتها روبرت بيتعصب عليه وبيقول له إنه ما اتطوعش لتجربة مختلة زي دي، وإنه ما وقعش على أي نموذج موافقة، وإنه ما ارتكبش أي جريمة عشان يجي هنا. وبيكمل روبرت كلامه وبيقول إنه فاكر إنه كان شغال ديليفري وكل الناس بتحبه ومجتهد في شغله، بس في الواقع إن ذكريات روبرت دي كلها كذبة وإنه مش فاكر حاجة أساساً عن حياته السابقة. في الوقت ده بتروح كاساندرا تسأل إيريك عن بنتها، وبيشوف روبرت دفتر الرسومات اللي مع إيريك وبيلاقي راسم كاساندرا وبنتها من الذكريات بتاعته. ووقتها كاساندرا بتمسك إيريك بشكل عنيف وبتهدده ويقول كل اللي يعرفه، فبيقول إنه ما يعرفش حاجة عن بنتها وإن الرسومات دي كلها من ذكرياتها هي. ساعتها كاساندرا بتفقد السيطرة على نفسها وبتهاجمه بشكل عنيف، بس روبرت بيوقفها عن اللي هي بتعمله وبيقولها إنهم لسه محتاجين الراجل ده لأنه الوحيد اللي عنده معلومات عن المكعب، وإيريك بيأكد لهم إنه جاي مخصوص عشان يساعدهم لأنه يقدر يحل لهم الإحداثيات ويوجههم عند المخرج الإضافي الثالث في المكعب. في الوقت ده بيقدر جاكس وشركائه إنهم يحددوا مكان إيريك وبيعرضوا المعلومات اللي توصلوا ليها على شاشة الكمبيوتر، وساعتها جاكس بيأمر شركائه يمسحوا كل إحداثيات الغرفة ويعملوا أفخاخ في الغرفة اللي هم التلاتة موجودين فيها، وبينجح الشركاء إنهم يحبسوهم هم التلاتة في غرفة واحدة. وبعد كده بينشط جاكس الكهرباء اللي موجودة في الغرفة على الحيطان عشان يقتلهم بسرعة، بس فجأة بيحصل انقطاع مفاجئ في الكهرباء وده بيعطل جاكس واللي معاه إنهم يشوفوا اللي بيحصل جوه المكعب، وبنعرف إن دود هو اللي قطع الكهرباء بعد ما أخيرا بدأ يحس إن في حاجة غلط بتحصل، وعشان كده عمل إجراء بحيث إنه وقف حركة كل الأفخاخ بتاعة المكعب
وبدأ يعمل تعديلات جديدة للنظام، زي أنه بيدي للسجناء فرصة 10 دقايق عشان يهربوا، لأن بعد ما الوقت ده يخلص بعدها على طول هتحصل عملية تعقيب، ولما العملية هتحصل وقتها كل حاجة جوه الغرفة هتتبخر ومش هيكون ليهم أي أثر. بيفهم إريك وقتها أن دود هو اللي ساعدهم بعد ما رجع لعقله. بيثبت إريك توقيت ساعته على 10 دقايق وبيوجه المجموعة لمكان الخروج. وبنرجع لغرفة التحكم، بنشوف جاكس بعد ما اكتشف خيانة دود وقتله كعقاب ليه. بيقدر جاكس من خلال الكمبيوتر انه يوصل لشريحة مزروعة في دماغ روبرت، بيحس يقدر من خلالها انه يسيطر على عقله وجسمه. بيقدر جاكس يسيطر على الشريحة دي وبيؤمر روبرت من خلالها انه يقتل كاساندرا وإريك قبل ما يهربوا من المكعب. وبالفعل بيكون روبرت تحت سيطرته بالكامل، وبيروح يهجم على كاساندرا وإريك بشكل عنيف وبيحاول يقتلهم، بس إريك وكاساندرا بيتعاونوا مع بعض وبيقدروا انهم يسيطروا عليه. بعدها بيسيبوه بيكملوا طريقهم في الهروب، وبيوصلوا اخيرا لغرفة الخروج، لكنهم بيلاقوا روبرت ظهر قدامهم مرة تانية وبدأ يهاجمهم مرة تانية، وكان على وشك انه يخنق إريك ويخلص عليه، بس لحسن الحظ كاساندرا بتيجي وبتنقذ إريك وبتوقع على روبرت جسم معدني وبتقتله في النهاية. بيوصل إريك وكاساندرا للمخرج الثالث الإضافي قبل ما عملية التعقيم تبدأ مباشرة، وبينزلوا في بحيرة وبيفضلوا يسبحوا تحتها لغاية ما بيخرجوا منها وبيوصلوا للغابة وبيطلعوا يجروا بسرعة، وبتكون دي نفس الغابة المخيفة اللي في ذكريات كاساندرا. وفي وقت ما كانوا بيهربوا بيظهر جنود جاكس قدامهم في الغابة وبيحاولوا يقبضوا عليهم، وبيقدر جندي منهم انه يسيب إريك بحقنة مخدر، وبيبدأ جسم إريك يبقى أضعف. وقبل ما يفقد وعيه طلب من كاساندرا إنها تهرب وهو هيشتت انتباه الجنود، وبالفعل بتطلع كاساندرا تجري بسرعة. وفجأة بيفوق إريك وبيلاقي نفسه في غرفة الجراحة، وبيلاقي جاكس واقف قدامه وبيتهمه بالخيانة، لأن إريك وافق من الأول إنه يشارك في الاختبار، وبيقدم لإريك نموذج الموافقة اللي هو وقعه بنفسه دليل على موافقته للمشاركة في الاختبار. بيكون إريك مش فاكر أي حاجة من الكلام ده. بعد كده بيبدأ الجراح إنه يلعب في دماغ إريك، ولما الجراح بيبدأ يشتغل في دماغه إريك وقتها بيحلم إنه لم شمل كاساندرا وبنتها، وإنهم كانوا فخورين بيه وقالوا عليه بطلهم الخارق. بعد فترة بيتحجز إريك في المكعب مرة تانية بعد ما بقى معاق ذهنيا بسبب التجارب البشعة اللي تعرض لها، وبيكون موجود في المكعب سجناء جداد وبيشوفوه هما مستغربين. وبيفضل إريك يكرر بشكل مستمر لون الغرفة اللي هو موجود فيها حاليا، وبيقول لهم إنه مش مرتاح فيها وعاوز يروح غرفة تانية. وهنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا. شكرا على المشاهدة وسلام يا صديقي.